إذا مسجد الخضراء في النجف الأشرف إقامة مجلس الفاتحة على روح الفقيد العلامة السيد فاضل الميلاني طاب ثراه بحضور علمائي كبير. إذا عرب الحاضرون عن حزنهم لرحيل هذه الشخصيات العلمية والأكاديمية التي أسهمت في نشر تعاليم الدين الحنيف من خلال إثراء الحوزة العلمية بالمؤلفات الإسلامية. محمد الموسوي. في أجواء مفعمة بالحزن أقيم مجلس عزاء على روح العلامة حجة الإسلام والمسلمين السيد فاضل الحسيني الميلاني، وذلك من جوار مرقد المولى أمير المؤمنين عليه السلام. المجلس استقطب حضورا كبيرا من علماء الدين وطلاب الفقيد الذين جاءوا لتقديم العزاء وإحياء ذكرى هذا العالم الجليل. نرحب بكافة المؤمنين السادة الأجلاء والمشايخ مكاتب المرجعيات الدينية في النجف الأشرف لحضورهم تفضلهم بحضور في مجلس الفاتحة الذي يقام على روح آية الله السيد فاضل الميلاني، ونشكر تعزيتهم لنا. ولفت نظري هذا اليوم مشاركة جمع من المؤمنين من مختلف أنحاء العالم في مراسم التشييع، فنشكرهم على ذلك، وذلك إن شاء الله يدخل السرور على قلوبنا ويعزينا في مصابنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كما شهد المجلس مشاركة عدد من الشخصيات الدينية الذين عبروا عن عمق حزنهم لفقدان هذه القامة العلمية الكبيرة، وأشاروا إلى أن السيد الميلاني لم يكن فقط عالما بل كان مرشدا روحيا وشخصية مؤثرة في المجتمع الديني والسياسي. عرفناه منذ عقود، منذ أكثر من 40 سنة، قرأنا كتبه بمختلف العلوم، درسنا في دمشق العلوم المختلفة، عشنا معه في بريطانيا، وجدناه مربيا ومعلما وأستاذا وملهما. حقيقة السيد الفقيد فاضل الميلاني يجمع الصفات المختلفة، شخصية ذات أبعاد مختلفة. كان أبا روحيا للجالية الشيعية في بريطانيا وعلى وجه الخصوص في مدينة لندن، كان أبا للجالية العراقية وللجالية الخوجة وللباكستانيين وللإيرانيين وللأفاغنة. العالم الإسلامي في الواقع افتقد هذا العالم الكبير المربي المتواضع الخلوق، كان يتمتع بأخلاق عالية بتواضع شديد، يحترم الصغير والكبير، أفنى عمره في خدمة الدين في خدمة المؤمنين. إن الأرث العلمي والفكري للسيد سيظل خالدا في قلوب من عرفه وتتلمذ على يده، وإن فقده يمثل خسارة كبيرة للحوزة العلمية وللمجتمع الإسلامي ككل. لقناة كربلاء الفضائية، محمد الموسوي، النجف الأشرف.